أي واحد عايز يطعن في الشريعة أو يتزندق وعايز يستهبل ومفكرها لعبة يعني، لا يظن أن سيسكت له، وينبغي أن تكون رقابهم أهون عليهم من أزرار قمصانهم، وينبغي أن يعني مرتد حكمه في الشريعة القتل بلا خلاف. هل على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يجبروهم على دفع الجزية؟ فنحن عندما نعلن الجهاد على ألمانيا مثلا، على الدولة إذا رفضت أن تقبل أن يدخل الإسلام إلى أهل ألمانيا، فنحن نخيرهم بين الإسلام أو الجزية والخضوع لأحكام الإسلام. فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نص العلماء كيف يقتل الشاذ جنسيا، نص العلماء أنه يرجم بالحجارة إلى أن يموت، وقال بعض العلماء ويرمى من جبل. هم يصورون الشريعة الإسلامية على أنها بعبع، هم لو تعلموا الإسلام لأقبلوا عليه بشغف. الإسلام ينقذهم من المآسي التي يعيشونها. الشعب الأوروبي شعب تعيس، يعني يخرج الواحد يوم من الصباح الباكر إلى عمله لا يرجع إلا سكرانا إلى البيت، ليقعد أمام التلفزيون ويتناول عشاءه أمام برنامج ترفيهي، ثم ينام ليصحو بالصباح الباكر ويذهب على نفس الدوامة حتى يدفع ضرائب لهذه الدولة التي تعيش على هذا النوع من التنبلة التي يعيشها الأوروبيون. الإسلام يحررهم، الإسلام يعطيهم معنى للحياة. هناك جانب كثيرا ما يردده الكثير من الكتاب، بينما أنت ما أعرف هل أنت لك وجهة نظر أم أنك تتغافل عنه، وهو الانهيار الأخلاقي في الغرب. لماذا لا تتحدث أي انهيار أخلاقي؟ نحن أصلا مفهومنا الأخلاق مفهوم خاطئ، مفهوم جزئي. نحن دائما عندما نتحدث عن الأخلاق لا نتحدث على الجانب الجنسي فقط، وهذا غلط. الأخلاق ليست هي الجنس، ولا هذه أنا سبق أني أيضا أشرت إليها، وهو أنه عندما يدخل الإنسان قصر فخم أنيق فيه كل ما يبعث الانبهار والروعة، ثم لا ينظر إلا إلى صندوق الزبالة. داعش هي رأس جبل الجليد، هنالك عمق لداعش. داعش هي فئة من الفئات الكثيرة. داعش تعتمد على عقائد أو عقيدة معينة وعلى قراءة معينة للدين، وتعتمد على فقه. للأسف ما جرى للأخوة اليزيديين في شمال العراق وغيرهم، هذا موجود في الفقه، في الفقه الشيعي وفي الفقه السني. هنالك آلاف المنابر التي تهيئ الناس لأن يكونوا دواعش. هي البوذيين كلهم يجب أن يقتلون، هذا وفق الفقه الشيعي والسني. بس مو على الإطلاق، ما أنا ما أقدر أقول أن بغلتي ببريجي، هي مشكلة هي هاي هنا بالفقه. ولذلك أقول إما أن نتبع الفقه فتكون داعش على تقريبا على حق، أو نتبع القانون المدني البشري المتطور اللي يقول اليزيدي مواطن كما هو المسلم الشيعي والسني. ولذلك داعش يقول نحن لم نأتي بجديد، نحن طبقنا الفقه، اليزيدي إما أن يسلم أو يباع في السوق كجواري، وهذا يتفق فيه الفقه الشيعي والسني. فعلينا أن نقرر إما أن نتبع القانون المدني الوضعي الذي يكتبه المدنيون في البرلمان العراقي، أو نتبع فتاوى الفقهاء. يجب علينا أن لا نزوق الأمور ونقول الإسلام دين رحمة وسلام وما يورد وكل شيء زين. يا أخي تاريخك الإسلامي كله حروب وغزوات. حضرتك لا ترى الدين الإسلامي دين رحمة وسلام؟ من تونس مليون سيد أياد، سيد أياد لا ترى أن الدين الإسلامي دين رحمة وسلام؟ رحمة، ولكن هنالك قراءة للإسلام عمرها 1400 سنة. سيس الدين وأصبح الدين عبارة عن سيف يدعو، قرآن يدعو وسيف يحمي، هذا شعار إخوان المسلمين وشعار كل الأحزاب السياسية الإسلامية. هذا الشخص الذي يقوم بعمل التفجير، نعم، ويفجر نفسه، هل هي حالة نفسية معينة؟ هل هو عاقل؟ يعني هو عاقل، ما نقدر نتهمه، نعم، بأنه يعني يعني مختل العقل، نعم. كذلك أنا لست مع اللي يقولون أن هذا مضلل،
مضلل أو مغرر مغرر بهم أو مضلل، لا يعني نعم. وأيضا لست مع أنه يقولك أن هذا جهلة نعم يعني لا يعرفون، بالعكس هما يعني يستشهدون بالنصوص ويقارعون الحجة بالحجة، ولكن إحنا نقول فكر أصحاب فكر منحرف نعم. اللي خلاهم منحرفين التشدد. إحنا ما نجحنا نعم. في أن نحبب أولادنا إلى الحياة نعم. علمناهم كما قيل كيف يموتون في سبيل الله نعم. ولكننا لم نعلمهم كيف يحيون في سبيل الله، كيف يعمرون في سبيل الله، كيف ينتجون، كيف يبدعون، كيف يخترعون، كيف يبرزون قيم الإسلام ويتسامحون في سبيل الله يعني. وهذه المشكلة، هم فهموا الجهاد فهما مغلوطا، فهموا الأمر بالمعروف وتغيير المنكر فهما مغلوطا، وإضافة إلى ذلك كرهناهم في الحياة حقيقة، كرهناهم في الحياة عن طريق أن هذا حرام وهذا حرام. والتشدد الزائد، التشدد الزائد نعم. التشدد الزائد يعني هو طريق من الطرق اللي تخلي الإنسان يعني يكره الحياة نعم. والإنسان إذا كره الحياة فما أسرع ما نعم. يريد يعني بوابة الانتحار والتفجير للوصول إلى الجنة كما يظن ولقاء الحور كما فيريد أن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فإحنا واجبنا نحبب شبابنا في الحياة. كيف نحببهم؟ عن طريق التسامح، التعددية المذهبية، ثراء الفكر الديني،